الكثير من التحديات النفسية التي نواجهها، ومنها والأكثر شيوعاً بالفترة الأخيرة، هي متلازمة الانشغال الوهمي، وهي حالة تؤثر على ملايين الأفراد حول العالم. ويتميز هذا المرض بتأثيره الشديد على الصحة النفسية للفرد. هناك فرق كبير بين الشخص المشغول والشخص المنجز. وحسب المختصين، فإن الفرد المنجز هو الفرد القادر على إنهاء ما لا يقل عن 50% من مهامه المتراكمة، بينما الأشخاص المشغولين يميلون بالاعتقاد بأن إنجاز الكثير من المهام في ساعات العمل هو الأصح. وبحسب دراسة نشرتها جامعة لندن كينغز كوليدج، وجدت أن التخبط بشكل مستمر في المهام ينعكس سلباً على مستوى الذكاء، حيث أن الانتقال من مهمة إلى أخرى دون إنجازها يضعف من مقدرة الفرد على التعاطي مع الحلول. ويعمل أصحاب الإنتاجية بنظام مختلف، فهم يخصصون وقت لكل شيء لفعله دون الانتقال بين المهام، وهذا ما يجعل قدرتهم على التعاطي مع ضغوطات العمل أكبر وبتركيز أعلى، حيث إن الذين يميلون البقاء مشغولين طوال الوقت هم أشخاص يمسكون بعدة مهام في الوقت نفسه ولا ينجزون إلا القليل. يحب الشخص المشغول أن يظهر وكأنه في مهمة دائمة، إنه مستعجل والمهمة عاجلة دائما. لا يعرف كثيرون ما هي المهمة، لكنه دائما مشغول وينظر للساعة وهو يكلمك. الشخص المنتج لديه مهمة فعلا وهو منهمك فيها، وليس لديه وقت كثير ليظهر للآخرين أن عليه مهمة ينبغي إنجازها. فكيف تصنف نفسك؟ هل أنت شخص منجز أم أنت شخص مشغول؟ ولكن هل هذا الانشغال هو انشغال وهمي؟